تميز هذه المدرسة أولاً في نوع المنهج المقدم لطلبتنا. المنهج المقدم لطلبتنا تدمج فيه المواد الأربعة: العلوم والهندسة والتكنولوجيا، بآلية تقديم هذه المواد لطلبتنا من خلال اللي هو المشاريع البحثية اللي يقوم الطالب فيها بالبحث، استخدام مهارات التفكير العليا اللي احنا فعلاً نرغب في تأهيل طلابنا وتمكينهم من هذه المهارات. نعم، ايش يضيف هذا للمجال التعليمي في دولة قطر، وكيف ممكن يستوعب الطلبة المهتمين في هذا الجانب؟ طبيعي ان المدرسة تتوافق مع رؤية قطر 2030، بحيث ان احنا فعلا نمكن طلابنا من مهارات القرن 21، وتكون مخرجات طلابنا قادة باحثون واعدون من خلال تمكينهم مناهج، وبالفعل تشجيعهم في بيئات جاذبة تعمل على تحفيزهم على هذه النوعية من المناهج. اذا احنا بنشوف المدرسة تتميز في المختبرات النوعية اللي تختلف عن المختبرات الموجودة في مدارسنا الأخرى، اللي هي فعلا بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار والتحليل، النقد، الاستسقاء، هذه كلها مختبرات يوضع فيها الطالب ويبتدي فعلا نجرب فيها مهاراته. يمكن اطلعتوا على معمل اللي هو الطاقة، معمل الحقيقة الافتراضية، الروبوت والأتمتة، هاي كلها معامل جديدة تميزت فيها هذه المدرسة.